الجمهور كان فوق الهايل، كنتش حاسه باي تعب حقيقي النهارده من كتر ما هم كانوا جمال. فعلا فعلا جمهور السعوديه غير. واضح جدا ان الجمهور السعودي كان كلمه السر بحفله شيرين بجده. يا رب يخليك كبيره الكلمه دي. شكراً على محبتكم الغالية والله. كمية الحب يلي لقيتها شيرين من قبل الجمهور كان بمثابة المايسترو يلي ساعد بنجاح الحفل، يلي كان واضح جداً بالفيديو يلي نشرته روتانا على تويتر. لأن الجمهور هو اللي حبيبني زيادة عن اللزوم أو النهاردة، فالحقيقة ما حسيتش لنفسي ولا حسيت بال بين انت عارف بنلبس كعب عالي دايما، فشويه بقعد ارتاح، بس انا ما كنتش حاسه باي تعب حقيقي النهارده من كتر ما هم كانوا جمال. فعلا فعلا جمهور السعوديه غير، ده حقيقي مش مجامله، يحسسك بالحب، بقول لك اللي هو بنسميه عندنا في مصر لله في لله. الحفل هو الأول لشيرين من بعد تجديد التعاقد مع روتانا، ويلي بصدد إصدار ألبوم جديد. ألبوم هو هيت يعني هنقسمه على شوية مواسم، يعني هينزلوا أربع أغاني، يلي أربع أغاني يلي أربع أغاني لحد ما يخلصوا التراكات اللي احنا متفقين عليها. أنا في رأيي والله مش عشان شيرين، أهم فنانة وأهم شركة، أهم شركة إنتاج لازم يكون عندها فنانين مهمين. انا مش عشان شيرين مراتي، لا انا بشوف شيرين من اهم الفنانين الموجودين، طبعا في فنانين كتير مهمين وبوجه لهم كلهم التحيه، بس شيرين من اهم الناس. فروتانا دايما بيت كبير للفنانين الكبار اللي يستاهلوا يكونوا موجودين في روتانا. واكيد شيرين ما نسيت تشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ ودعمه الكبير لها. احنا متدلعين على حسه، احنا كلنا بنتدلع على حسه، وكلنا مبسوطين بان الايد الممدودان لينا ايد صاحبة ذوق رفيع، وهو فنان فنان في كل حاجة. فرحة شيرين بنجاح الحفل ظهر من خلال الفيديوهات على السوشيال ميديا واحتفالها مع زوجها حسام حبيب. مشان هيك خلال لقائنا مع حسام كان لازم نسأله عن أكثر الأغاني يلي بحبها لشيرين. أنا بحب شيرين نفسها بصراحة، أنا بطلب منها كتير كنت تسيبني، وكنت بطلب منها كتير على بالي، بطلب منها كتير من تقدم الأيام، هما شاعر وحب جنة، بحب أغاني كتير قوي لشيرين، ما أعرفش أقول لك إيه ولا